السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتناول اليوم الدرس الأخير من دروس النحو العربي وهو الممنوع من الصرف. أولا نتعرف ما معنى كلمة الصرف. الصرف هو التنوين. التنوين احنا عارفين التنوين هو نون ساكنة تلحق الأسماء المعربة وهي نون تنطق ولا تكتب. طبعا عارفين شكلها إما فتحتين أو ضمتين أو كسرتين. الاسم المعرب نوعان، نوع منون ونوع لا ينون. المنون يسمى مصروف وغير المنون يسمى ممنوعا من الصرف، وهو موضوع درسنا اليوم. الاسم الممنوع من الصرف ينقسم إلى قسمين، قسم أول يمنع لعلة واحدة أي لسبب واحد، وقسم ثاني يمنع لعلتين. والممنوع من الصرف لعلة واحدة أي لسبب واحد هو صيغة منتهى الجموع، سنتعرف ماذا تعني بالتفصيل، والاسم المختوم بألف التأنيث الممدودة والاسم المختوم بألف التأنيث المقصورة. الممنوع من الصرف العلتين وهو العلم والصفة. سنتناول كل قسم على حد. الأول الممنوع من الصرف لعلة واحدة كما قلنا ثلاثة أقسام. القسم الأول صيغة منتهى الجموع. ماذا تعني صيغة منتهى الجموع؟ ببساطة صيغة منتهى الجموع هو جمع التكسير. جمع التكسير اللي درسناه في الصف الخامس الابتدائي. جمع التكسير يمنع من الصرف ولكن بشرط أن تكون الكلمة بها ألف زائدة ثالثة ويأتي بعد الألف حرفان أو ثلاث، مثل كلمة مساجد. كلمة مساجد جمع لكلمة مسجد، جمع تكسير لكلمة مسجد بها ألف ثالثة، يعني ألف ثالث حرف، يعني الميم هي الحرف الأول، السين الثاني، الألف هي الثالثة. بعد هذه الألف يأتي حرف الجيم والدال، بعدها حرفان. إذا هذه الكلمة توفرت فيها شروط الممنوع من الصرف، هي صيغة منتهى الجموع لأنها جمع تكسير به ألف يأتي أتى بعدها حرفان. كلمة كنائس أيضا جمع تكسير لكلمة كنيسة وبها ألف ثالثة بعدها حرفان الهمزة والسين. كذلك كلمة مصاعد، مشاتل، كوارث، مدافع، صوامع، فنادق. أما كلمة ميادين فهي جمع تكسير أيضا بألف ثالثة ولكن أتى بعد هذه الألف ثلاثة أحرف. هناك شرط في الكلمة التي بها ألف بعدها ثلاثة أحرف، أن يكون الحرف الأوسط من الثلاثة التي بعد الألف أن يكون ساكنا. لو لاحظنا هنا أن أنا عندي دال ياء نون أوسطهم الياء، هذه الياء ياء ساكنة، ميادين ياء مد ساكنة، مصابيح، طوابير، تماثيل، قناطير. نجد أن هذه الكلمات تنطبق عليها شرط جمع التكسير الذي يشتمل على الألف الثالثة وبعدها ثلاثة أحرف أوسطهم ساكن. إذا كانت هذه الثلاثة أحرف التي بعد الألف أوسطها ليس ساكنا كان متحركا، إذا لا تمنع من الصرف، مثل كلمة عباقرة، تلامذة، صيارفة. كلمة عباقرة جمع تكسير به ألف ثالثة وبها ثلاثة أحرف بعد الألف، ولكن هناك شرط اختل وهو أن الحرف الأوسط بعد الألف من الثلاثة التي بعد الألف ليس ساكنا وانما هو متحرك. عباقرة، عباقرة، راء. نلاحظ ان الراء مفتوحة، ان الراء في كلمة عباقرة مفتوحة، اذا هذه الكلمة لا تمنع من الصرف وانما تصرف اي تنون عادي جدا، عباقرة، عباقرة، عباقرة. كذلك كلمة تلامذة، نلاحظ ان هناك الف بعدها ثلاثة احرف اوسطهم متحرك، تلامذة، ذا، ذال متحركة بالفتح. كذلك كلمة صيارفة، صيارف الفاء أيضا متحركة. إذا هذه الكلمات لا تعد من الممنوع من الصرف لأن هناك شرط اختل أن الحرف الأوسط بعد الألف متحرك وليس ساكن. كذلك إذا كان جمع التكسير به ألف ثالثة ولكن بعد الألف حرف واحد أيضا لا يمنع من الصرف، مثل كلمة أقلام. جمع تكسير وبه ألف الثالثة هي الحرف الثالث، ولكن إذا نظرنا لما بعد الألف نجد أنها ميم واحدة حرف واحد فقط، إذا هذه الكلمة ليست ممنوعة من الصرف وإنما تصرف.
القسم الثاني في الممنوع من الصرف لسبب واحد أو لعلة واحدة، هو الاسم المختوم بألف التأنيث المقصورة. ماذا تعني ألف تأنيث مقصورة؟ هو الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة، يعني اسم معرب ليس مبني ينتهي بألف بشرط أن يسبقها ثلاثة أحرف، أي أن تكون هذه الألف رابعة فأكثر، مثل كلمة فضلى، هذه الألف هي ألف تأنيث مقصورة فضلى، بشرط إيه؟ أن تكون الألف رابعة فأكثر، يعني لاحظ أن قبلها ثلاثة أحرف الفاء والضاد واللام. كذلك كلمة عظمى، صغرى، سفلى، دنيا، عليا. لو بصينا لهذه الكلمات إذا نظرنا إليها نجد أن الألف قد تكتب بالياء مثل فضلى وعظمى وصغرى وسفلى وعليا وكبرى، وقد تكتب بالألف المطلقة، تكتب ياء ألف لينة وتكتب ألف مثل كلمة دنيا أو عليا. هذه الكلمات ممنوعة من الصرف، أي ممنوعة من التنوين. النوع الثالث من الممنوع من الصرف لعلة واحدة هو الاسم المختوم بألف التأنيث الممدودة. ماذا تعني ألف تأنيث ممدودة؟ هي ألف زائدة في الكلمة يليها همزة، والاسم المعرب الذي آخره ألف وهمزة زائدتان. شرط عندي أساسي إن تكون الهمزة دي زائدة. يعني إيه زائدة؟ يعني مش موجودة في أصل الفعل. وأيضا أن تكون هذه الألف هي رابعة فأكثر، مثل كلمة صحراء. كلمة صحراء تنتهي بألف بعدها همزة، والألف والهمزة هنا زيادة لأن الفعل نفسه صحراء مفهوش همزة. كذلك علياء، حمراء، سوداء، أنبياء. حمراء، سوداء، أنبياء. أما إذا كانت الهمزة أصلية أو منقلبة عن أصل فلا يمنع من الصرف. مثل يعني إيه الهمزة أصلية؟ لأن شرط أساسي يكون الألف والهمزة زائدة زائدتان. أما إذا كانت أصلية موجودة في الكلمة أو منقلبة عن أصل فلا تمنع من الصرف. زي إيه؟ زي كلمة إنشاء. هنا كلمة إنشاء لو أنا جبت الفعل بتاعها فعلها إيه؟ أنشأ. فعلها إيه؟ أنشأ. إذا الهمزة موجودة في أصل الفعل، إذا هذه الهمزة أصلية. إذا كلمة إنشاء لا تمنع من الصرف. شرطنا أن يكون الهمزة زائدة. كذلك كلمة ابتداء. ابتداء أصلها بدأ أو ابتدأ. ابتدأ فعل فيه همزة. إذا هذه الهمزة أصلية موجودة في أصل الفعل. كلمة سماء مشتقة من الفعل سما وهو أصله سموا. إذا هذه الهمزة أصلها واو. هذه الهمزة أصلها واو. همزة منقلبة عن أصل، أي لها أصل، إما ياء أو واو. إذا كلمة سماء لا تمنع من الصرف لأن الهمزة منقلبة عن أصل. تمام؟ ناخد تدريب بسيط على الكلمات الممنوعة من الصرف. يميز الكلمات الممنوعة من الصرف فيما يلي مبينا سبب المنع. كلمة مدارس، هل ممنوعة أم مصروفة؟ مدارس ممنوعة. أحسنت، ممنوعة. لماذا؟ لأنها جمع تكسير به ألف ثالثة أتى بعدها حرفان. تمام. كلمة كتائب، كتائب ممنوعة أيضا. السبب أنها صيغة منتهى الجموع. مدارس منتهى الجموع، وكتائب أيضا صيغة منتهى الجموع، جمع تكسير به ألف ثالثة بعدها حرفان. كلمة أقلام، هل هي ممنوعة أم مصروفة؟ كلمة أقلام كلمة مصروفة. لماذا؟ ما السبب؟ أنها تشتمل على أنها جمع تكسير وتشتمل على ألف ولكن أتى بعدها حرف واحد. دعوة، دعوة كلمة تنتهي بألف التأنيث المقصورة، إذا هي ممنوعة من الصرف. كذلك كبرى أيضا تنتهي بألف تأنيث مقصورة فهي ممنوعة من الصرف.
حمراء ممنوعة أيضا لأنها تنتهي بألف التأنيث الممدودة. علماء، كلمة علماء أيضا تنتهي بألف تأنيث ممدودة فهي ممنوعة من الصرف. عباقرة، كلمة مصروفة، لماذا؟ لأن الحرف الأوسط بعد الألف من الثلاثة التي تلي الألف حرف متحرك. كذلك كلمة فلاسفة أيضا مصروفة لأن الحرف الثلاثة التي تلي الألف أوسطها متحرك. بهذا نكون انتهينا من الجزء الأول من الممنوع من الصرف، وهو الممنوع لعلة واحدة، وسنتناول إن شاء الله غدا الممنوع لعلتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.